رحلة طويلة كان نفسنا كمان إنها ما تخلصش، لأن نفضل مستمرين أكتر، لكن سفر الرؤية جميل قرب فعلا. على الانتهاء. فنبتدي النهاردة الأصحاح. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده. في ناس يقولوا إن الملاك ده هو المسيح نفسه، مش عشان المسيح ملاك، ولكن لأن من ضمن وظائف المسيح في التجسد أنه ملاك، يسموه ملاك المشورة العظمى. وكلمة ملاك اللي هي أنجيلوس في القبطي وفي اليوناني، وإنجيل في الإنجليزي معناها رسول. فالمشورة الثالوثية الآب والابن والروح القدس اللي هو الجوهر الواحد، كانت المشورة الثالوثية من أجل خلاص الإنسان يتجسد الإبن. عشان كده بنقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فالإبن مرسل من السماء من الثالوث اللي هو أحدهم عشان يعمل رسالة الخلاص للإنسان. وده بيسمى ملاك، ملاك المشورة الإلهية. ملاك المشورة العظمى، ودي جت في التسبيحة وهي جاية في نبوة في إشعياء بس بالترجمة السبعينية، ملاك المشورة العظمى. تمام. هذا الملاك نازل من السماء لأن منشأه إلهي سماوي، أقصد منشأه يعني هو أصلا هو الله اللي نزل لنا من السماء. معه مفتاح الهاوية، المفتاح هنا معناها السلطان، يعني أنت لما يكون معك مفتاح بتاع مكان معناها ده مكانك، لكن لما يكون ضيف يخبط والناس تفتح له. أيوة. معه مفتاح الهاوية معناه له سلطان على الهاوية. وطبعا دي من ضمن الحاجات اللي بتبين أن الله قاضي وله سلطان على الهاوية، وهو الذي يحكم على الناس الأشرار بالإلقاء في الهاوية. لأن من ضمن الأفكار الحديثة الغلط اللي في بعض الناس بيتبنوها بتاعت نيو باتريستك وغيره، الحاجات اللي خبطت أذهان الشباب، بيقولوا إن الله لا يعاقب لأنه صالح. طب أمال إيه العقوبة الأخرينية دي؟ يقول دي مش عقوبة، دي كأن الإنسان لما بيفصل نفسه عن الله هو نفسه بيشعر بالجحيم والحزن والألم والعذاب بتاع يعني الدمار. ألامه هو الشخصية، ألامه النفسية. لكن مش عقوبة الله للخطية، الله لا يعاقب في نظرهم. لكن هنا لما يقول معاه مفتاح الهاوية معناه هو اللي بيحكم، صحيح، هو الذي يلقي. وهنلاقي في الحقيقة بقية الإصحاح فيه حاجة زي كده. وسلسلة عظيمة على يده اللي هو هيأيد بيها الشيطان. فقبض على التنين اللي هو الشيطان الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان. شوف هنا اداله كم لقب. تنين معناها وحش ضخم، حية القديمة لأنه بيشاور على خطية آدم ولما الحية أغوت حواء، والذي هو إبليس وأيضا اسمه الشيطان. وقيده 1000 سنة. تقريبا هو الإصحاح ده الوحيد اللي ذكر فيه كلمة 1000 سنة. احنا السفر كله سفر رمز، عاملين كل شيتين نفك رموزه على قد ما الاباء شرحوا لنا. فالالف سنة ده رقم رمزي، وابائنا القديسين شرحوا ان هو المسيح قبض على الشيطان يوم الصليب وايده 1000 سنة، يعني منذ الصليب لغاية ما قبل المجيء الثاني الشيطان متكتف لغاية دلوقتي. بس الألف سنة برضو دي رمزية، يعني احنا هنا من الميلاد لغاية النهاردة أكتر من 2000 سنة. طبعا عشان كده الرقم رقم رمزي. في بعض الطوائف، مش كل البروتستانت، بعض الطوائف البروتستانتية بتؤمن أن هذا الملك هيبقى ملك مادي على الأرض، المسيح هيجي ويملك على الأرض 1000 سنة. هذا كلام احنا مش بنقبله، لحنا ولا الكنائس التقليدية، لا الكاثوليك ولا الأرثوذكس الآخرين. طب سيدنا، موضوع بقى أن المسيح قبض على الشيطان وإحنا لينا السلطان على الشيطان وإحنا في العالم، وعلى الرغم من ذلك إحنا شايفين الشيطان وكأنه حر طليق، يعني بيوقع ويعني هو اللي بحس أنه هو بياخد ناس في قبضته. طبعا يعني.